عمر، كان هناك تحذير من السلطات التركية بعدم الاقتراب من البحر في اسكندرون، ثم أو يعني سحب هذا التحذير. ما هي قصة البحر وارتفاع منسوب البحر؟ هذا صحيح. إدارة الكوارث التركية قالت بأن هناك مخاوف من ارتفاع منسوب البحر، حتى أن هناك إمكانية لارتفاع منسوب البحر إلى أكثر من 50 سنتي، ويعني هذا هناك تخوف من حدوث نوع من التسونامي ربما، لأننا نتحدث عن الفالق البحري أو خط الصدع الذي يربط مدينة هاتاي، ويتكلم عنه هنا خبراء الجيولوجيا في أن يعني خط الصدع يربط ولاية هاتاي مع جزيرة قبرص موجود هناك، ولم ينكسر هذا الخط بفعل الزلزال الذي ضرب قهرمان مرعش في 6 فبراير. وخبراء الجيولوجيا كانوا يحدثون يحذرون من حصول زلزال بهذا النوع حقيقة في المنطقة. يعني هذا الزلزال الذي كانوا يحذرون منه كانوا يقولون بأنه قد يصل إلى 7 درجات على مقياس ريختر. فهذا لا يعلم حقيقة حاليا هل التحذيرات كانت موجهة إلى هذا الزلزال الذي حصل أم لا، ولكن التحذيرات من قبل الخبراء حاليا تشير إلى أن هذا الزلزال الزلازل والهزات الاقتصادية سوف تستمر إلى سنة تقريبا في هذه المناطق. يعني سنة سنة وربما أكثر. يا ساتر، يعني 6.4 دي بيعتبروها إيه؟ زلزال أصيل أم أنه هزة ارتدادية من جراء زلزال 6 فبراير؟ هنا يعتبر هذا زلزال حقيقة وليس هزة ارتدادية بالنظر إلى شدته وبالنظر إلى خط الصدع الذي أصابه هذا الزلزال. الخبراء هنا يعتبرون ما حصل هو زلزال جديد وليس هزة ارتدادية، ولكن الهزات الارتدادية بكل الأحوال عن الزلزال الأول الذي ضرب قهرمان مرعش أكثر من 3 هزات ارتدادية كانت فوق 6 درجات، أعلاها كانت 6.6 درجات على مقياس ريختر، وأكثر من 8 درجات كانت فوق 5 درجات، أكثر من 8 هزات كانت فوق 5 درجات على مقياس ريختر. وهناك تحذيرات بأن هذه الزلازل سوف تستمر خلال هذا العام وربما لأكثر من عام بشكل طبعا ربما أقل من الناحية التدميرية، ولكن سوف تستمر هذه الزلازل.